شاء الله يوفق اولادنا النهارده السباحين بان هم يقدروا يحطموا رقم، ويبقى النهارده يبقى اليوم سعيد برقم مصري جديد في موسوعه جينيس ريكورد. ان شاء الله كلنا نبقى فرحانين فيها، ودي تبقى بدايه جديده للسباحه المصريه ان تبقى ليها ريكورد موجود في جينيس ريكورد. احنا كان تشالنج لينا شويه ان احنا نجمع كل السباحين دول مع بعض، بالذات ان هي ليها ريجريشنز معينه، ان احنا نجمع سباحين من ديفرنت جينيريشنز كانت شويه ات تيكس تايم، بس احنا عدينا بكل ده وكله مع بعض كويس، واي ثينك ان احنا ان شاء الله النهارده نقدر نحطم الرقم. احنا بقالنا اكتر من 4 شهور بالجاي، طبعا انت عارف ان السباحه لعبه فرديه، فكل واحد بيلعب في نادي مختلف او مع مدرب مختلف بيتمرن لوحده، وبدانا نتجمع كل اسبوع بحيث ان احنا نشوف ايه البلانز اللي ممكن نمشي عليها، وبداناها مع بعض ونكملها مع بعض ان شاء الله. النهارده اتس ا وورلد ريكورد اتمبت فور جينيس، احنا 100 سباح كل واحد حيعوم 50، والمفروض الكومباين توتال بتاع رقمنا يحطم رقم موجود حاليا فرقه اتعملت في انجلترا اظن، فالهدف ان احنا نحطم الرقم ده كلنا. وهو الحلو في الايفنت ان احنا سباحين كلنا من نوادي مختلفه، في العادي بنكون منافسين، فدي حاجه حلوه ان احنا كلنا اتجمعنا في حته واحده بنقوم كلنا فور وان كوز وهدف واحد، which is ان احنا نحطم رقم العالم ده ان شاء الله. احنا هنا اهو مجمعين اغلبيه سباحين مصر، سواء ولاد وبنات وناس في البارالمبيكس، وبنحاول نعمل اتمت دي وان شاء الله يعني نحطم الروح. احنا النهارده ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نحطم جينيس رقم، ان هو مش سهل خالص ومحتاج ايفورت مننا كبير قوي، بس ان شاء الله احنا قدها وهنحطمه. انا بدات سباحه 85 وضميت المنتخب 89، جاني خبر ان في محاوله لكسر الجينيس ريكورد، وكنت متشوق جدا لان انت برضو لما بتلعب رياضه عشان هدف معين بيبقى الموضوع مختلف جدا، يعني طول ما الدنيا بتتطور برضو يعني بنبقى صعب. ما شاء الله احنا عندنا كذا سباح السنه دي متاهلين برضو للاولمبياد، يمكن عدد اكبر من المتاهل للبارالمبي، وان شاء الله يعني نكون على قد المسؤوليه، او السباحين سافرت تكون على قد المسؤوليه، وان شاء الله يحصل حاجه كويسه. انا ايمن عباس، كابتن منتخب مصر السباحه البارالمبيه، وصاحبه اول ميداليه بارالمبيه عالميه في تاريخ السباحه البارالمبيه في مصر وافريقيا والوطن العربي في بطوله العالم في المكسيك، حصلت على فضيه وبرونزيه، وصاحبه اول ميداليه عالميه في تاريخ السباحه النسائيه البارالمبيه في اسبانيا، واول واصغر سباحه بارالمبيه تسافر بارالمبيه. السباحه البارالمبيه الموضوع بيختلف، احنا اولا اول ما لقينا الدعم واول ما لقينا سبورت ابتدى الناس تظهر، والناس ابتدت يعني انا في بطولات زمان ما كانش في سباحات بنات كتير بتلعب زي دلوقتي، الناس ما كانتش زمان عندها وعي زي دلوقتي، فطبعا الموضوع مختلف. فطبعا اهم حاجه الناس ركزت وعرفت ايه هي اللعبه. من اهم التحديات اللي قابلتني انه السباحه ما كانتش زي ما هي دلوقتي، او البارالمبيك سويمنج ما كانتش زي هي دلوقتي. زمان ما كانش الناس عارفه ايه هي بارالمبيك سويمنج. بارالمبيك سويمنج زمان مصر ما كانش ليها بصمه في البارالمبيكس بنات، انا هتكلم على 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 نفسي كبنت، ما كانش بنات بتخش بارالمبيكس خالص، ولا بارالمبيكس دخلتها ولا بطولات عالم، فطبعا الناس ما كانتش عارفه احنا نقدر نعمل ايه او البنات تقدر تعمل ايه. فطبعا اول ما لقيت الفرصه ان انا اتمرن واروح بقى اللي هو الجيم وكده واعرف الدنيا بتمشي ازاي، الحمد لله عرفت احقق يعني. نور عليك. كل اولمبيك سايكل فرصنا بتتحسن لان احنا عندنا السباحه بتتطور اكتر، وبصراحه الاتحاد المصري للسباحه بيدعمنا اكتر واكتر، فان شاء الله فرصنا تبقى كويسه. انا شايف ان المصريين كل سنه بنزيد العدد ان احنا نخش طوكيو في 2022، وانا شايفه ان كل اولمبيكس اللي جايه هنلاقي ميداليات اكتر واكتر واكتر، بس احنا عندنا حوالي 3 و4 سباحين هو كواليفايد لطوكيو، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمهم ويجيبوا لنا ميداليات. حاتم عمر،
بتاعتنا في طوكيو 2020 فكره انه السباحه البارالمبيه بنات يخشوا بارالمبيكس دي ذات لغايه دلوقتي الحمد لله عامله بصمه. ان انا مثلا لما كنت في بطوله العالم كان المعلق بيقول في المايك ان هي كانت اول سباحه بارالمبيه مصريه تجيب ميداليه ودي ما حصلتش قبل كده. ففكره ان احنا دخلنا بارالمبيكس وبطولات عالم دي حاجه فرصتنا حلوه فيها جدا. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني واعرف اوصل لفاينلز ان شاء الله. ويا رب يا رب بتمنى ميداليه باذن الله.